السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. شو أصبحتوا؟ كيف حالكم؟ كيف أنتوا؟ يا مرحبا سهلة. اليوم إذا الله جعلنا من الحيين بظهر من وقت إن شاء الله، عندي مليون مكان أسير له، مكان وايد من هم أخبركم به وأنا ظاهر، من الأماكن الضروري إني أسير لها. تعلم والله ولا حد يلقطه، يا الله يغرب لكم زراع. إنزين المرأة طال عمركم، من المفروض أخبركم بالمكان اللي أنا بسير له من قبل يومين، غير نسيت. وحين طال عمركم وأنا ظاهر إذا الله راد، ها يلا وصل اليومين درعت. شو كان أنا بخبركم؟ يا سلام، اليوم هذا فرنشة روحها مقترح من عندها، سوت هذا الجبن حلوم روحها توست ودقة وزيت زيتون. وين الريوق اليوم روحكم؟ ريوق لا مالكم انتم، مال البيت. شباب صغير. شباب صغير؟ yeah. يا سلام. زين عاد الحين ابتديت في الريوق، لكن ما عليه لازم اخبركم عنه. زعتر العادي، لكن ما بزعتر هالدقه، لكن بعد دقه جديده هاي حامز طعمها. ترى اليوم ريوقي ما بوايد، ها توست وحده لكن هنتين يعني عباره كم راصين استوى شرات الوحده. وزيتون كم من حب، وهذا الزعتر خبركم عنه. شوف وقت الريوق اللي بيا يلسي يغمس خبز ويا زعتر شي تغميس بيازم كأنك إلا تتروحه، لكن انت شو تسوي؟ ها خاشوقك وتكود ويتكود بالخيبة الرذباب طعي خلينا نحن تريق، ها دلقومة بدلقومة ما تسوي الخطاب والله. وهاي هاي حد يسميها قشاطة، حد يسميها لباب، لكن ها لازم عاد هذا مكان برغم انه شيء مليون مكان، لكن غاوي شيء منظره لازم احطه على طرف. علي الحين ابتدت عاد خلصت طقوس الريوق، الحين عاد التفنيل الا فنيا ساير فنيا. يا سلام اليوم فنايل بوكازوة بعد. هل ان هذا الحين الوضع اللي انا فيه من كثر الفاقه ما شيء مهره؟ شو السالفه يعني الحين؟ خلص برنامج الريوق، الحين بعد حتى برنامج التفنيل بنصوره؟ هاي والله مصيبه. هي لكن بخبركم، يقولون الاول ما عقب الخلاص الا الخلاص، لكن ابوي من وجد الميدول خلاص، من عقب الميدول ما شيء غير. هذا صلاح اهتم بي الله يهديك قلب هواك. عمين. ها صلاح انت وين؟ الله ان تاخرت علي. متبتي متبتي اي قريب قريب. زين اترياك يلا. الله باي باي. وبشيركم ما يطيب هيج، ها ما يطيب فنيال القهوة والتفنيل الا ويا هذا. ها هذا اللي كنا مراود صفد ذهب ذهب يا ابوكم، وهذا اللي اخرني انا التهذريب هذا وياكم انتو، واللي اخرني طال عماركم التفنيل فنيال سار فنيال. يا متى بخلص؟ ومعزوم انا 9:30 لازم اكون في نص البلاد، في نص ابو ظبي لازم اكون 9:30، وطالع الحين الساعه 8 وشيء وبعدني يا ثلاث. لكم وين بسير؟ ما قلت لكم، لكن بخبركم الحين من ركب السياره في طريقي، وانا في سيارتي وفي طريقي بخبركم ان الله راد وجعلنا من الحين. يلا برايكم عاد الحين بتفنيل. حرام حرام اقول لكم يعني اكلت وحده عاده، يعني ثلاث حبات من الميدول يعني يلكم منك لكام لين تخالف الاذانات ما تحس باليوم. شوفوا والصحيح الحاف اللي هنمونه ينحط عدال شبريات كل واحد من العيال في الطويس صغيرونه قيض ولا اشتاء كم من حبه، متى ما تهلع الولد ولا البنيه على الصحيحه ولانها معاري راسه، لكن ضروري تكون حافه اللي يخليهم يجزون العيال الدبق يعني ويتعايزون عيالنا يتعايزون يغسلون ايديهم، فلذلك تخليهم الشيء الحاف عدال روسه متى ما بغوا حلاوه كلوا لهم حبه. فينشر ياهل في نص الليل الفير يبيعك شيء في ثمه، ولا نعد لها التمير الغاوية يعقها لا يبالها غسال ولا شياته. أنا ايش اللي خلاني أخبركم بهالسالفة؟ إن عيالي جربت أول بعيالي ما شاء الله مش الحال، وحين كل يوم يأكلون من الصبح ضرابة الأول أحلف عليهم يمين علي من ولا حد يطيع وحد ما يطيع، حد أغلب وحد يغلبني، يا غير الحين عدا الروسم كل يوم الصبح يأكلون. زين ترى لين الحين بعد ما تفنيلت، يلا برايكم بنرمس وانا ساعه في الطريق يلا.
مرحبا مرحبا بولد احمد، مرحبا مرحبا مرحبا. سلام عليكم. اهلين. هنتين لوحده ابدا. ثانك يو. خير انت حبيبي؟ خير ولا لا؟ خير خير خير. انزهار شوي شوي على عمرك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سلام. رقم واحد يد الفرد الوحده قصيها طبجتين عملتشيتي ثم بعيره. حرام ثاني مره اسوي هالنمونه. يا خالي الوالد لا في العين حبتي اخ صح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. ادري ان المره الثانيه، وادري ان صبحت مساء، وادري اني سلمت مساء، لكن الحين صبحت زقريته وموعد المكان اللي انا سائر له الساعه 10 بيبتدون. يا غير انا ابوي المفروض اوصل 9:30، والمشكله ان سماعتي خربانه. بعدني بخطف مزيد مول الدور اللي فوق هاي وين يقعدون سماعات، بسير باخذ لي سماعه وانا خاطف على طريقي. انوى حالي ان شاء الله يكون يواحد. شوف القرادة، شوف القرادة مسكرين. انا بالساعة 9:30 مسكرين. يا الله يغربلكم. عاد الله يسلم كل مكان اللي انا ساير له. الحين المفروض يكون عندي سماعة، وسماعتي ما من 3 ايام ادورها ما لقطتها. عندي جميع السماعات لكن ما بمالات التليفون هذا الجديد، العود هذا الايفون الجديد هذا هب له السماعة ما تركب عليه. وقامت تني تحيدون سمعة هالامسات اللي ماخذ اللي المصورين هاي اقول لكم من عند عيسى بن عبد الجليل. اول ما طاحن خذ لي وحده، اخير وحده. ما بلا ماخذ اللي انا ماخذ حق اربعه كلهم يعني، ما بنا زد يعني عنهم، غير انا مبداي اول واحد اعطاني انا. وشوف انت تعرفين شو سبب المشاكه هاي كلها؟ المشاكه هاي كلها ان قامت تني سماعه جديده ما يهون امرها. وحين في حاجة شيء في الشيش البترول سماعات. يا غير انا ما اريد السماعه بكبرها، اريد الوصله صغيرونه هاي اللي بين السماعه بين التيلفون صغيرونه 3 انش هالطويله. يا غير ما ادري الحين وين بحصلها هاي المراد. ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله بيمني اليوم. انزين عاد اخذتني الرمسه الحين والقرقعه هاي كلها عن السماعه، شيء ما يرزق. والشيء الضروري وين انا ساير نسيت اخبركم وين انا ساير، والحين جري بوصل بعد. طال عماركم جاييني داعي حول من 1.5 شهر، يا غير نسيت ولا يا على بال. اليوم عاد ذكروني الصبح يعني تلومت لوم النص يزيد. طال عماركم الداعي جاييني من مؤسسة التنمية الأسرية في نص البلاد، نص ابو ظبي، نصها بالنصيف بالضبط. شيء برنامج مسوينه اسمه بركة الدار. بركة الدار طال عماركم الجهة المستهدفة منو؟ انا واحد منهم شيء طبيعي. لفئة الرجال ما فوق 50، ما فوق وانا 52 يعني شملني. والهدف الرئيسي لهالبرنامج شو؟ ملء فراغ واستثمار كل لحظة في حياة الشخص اللي ما فوق 50. واللي أهم من هذا وهذاك تلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، ما لهم مهربوي إلا حق الموضوع. ومزهبيلكم ابوي جميع اللواد ما لهم مهره الا يدربونكم ابوي ويثقفونكم في الاشياء الزينه والعدله اللي توزلكم وتناسب احتياجاتكم وشو اللي تبونه، وتعالج مشاكلكم النفسيه والاجتماعيه. لا تقولوا ما حد قال لكم، قلنا لكم. ومن اظهر اذا الله اراد بكمل لكم باقي الكلام كله ان شاء الله اذا الله اراد. هذا هو المركز على حينه. ان شاء الله ما يكون تعبي على الفاضي، يكون تسجيل صوته واضح ما يكون ما واضح. شوف ما شاء الله المركز تبارك الرحمن مجسم الحسن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. تحيدوني السبوي، قال لكم بسير مؤسسه التنميه الاسريه اللي داخل ابو ظبي. خبركم والله ما وصلت، ولان قدامي مجموعه ما شاء الله لا باس فيها من المواطنين اللي كانوا شباب، كانوا شباب لكن ما شاء الله عليهم ما زال، يعني ما شاء الله عليهم بعدهم ما شاء الله شباب، يعني حد منهم يعني متدقدق وحد منهم لا بعده متقبض، يعني شوي خوب وشوي خراب. فالبرنامج كله كان يهدف للشو، لانك انت يا الشخص من بعد الخمسين شو تستغل وقتك فيه، والشو من الاساس انت قدمت في وقتك هاي اللي خطف الخمسين سنة هاي اللي خطفها من حياتك، انت شو اللي سويته، شو اللي انجزته، شو الانجازات اللي انت يا الفرد تميزت بتقديمها للبلد او لمجتمعك اللي انت فيه، وشو ناوي تسوي. احيانا انت خطف الثلث نفترض من حياتك، سبحانك يا رب، زين الثلثين الجايات شو ناوي تسوي، بس اللي تسميته بامكانك تسوي اشياء الدنيا والدين، تسوي النون وما يصنعون، هب الله خلاص ربيت وكبروا العيال وعرسوا تموت انت. كان نقاش بناء ويت ما شاء الله بني بعد نسيت والله شو اسمها من هلم القيويني على الله يحفظها، بعد ما شاء الله باحث ومدرسه وعلى الله يحفظها بعد راعي تمقيوين ما شاء الله عليها هبة تريح حرمة كان عن عشر يعني الله يحفظها، وما قصرت بعد في الرمسة ما خلت شيء إلا عدته، وكل المجتمعين وكل الناس اللي حاضرين ويسووا محاضرات واللي يلغوا كلمات، كل اللي يبون الفكرة اللي يبون يوصلون هالشي، يبون يوصلون فكرة انك انت يا الانسان من فوق الخمسين عبارة تول هو بادي، يعني لتحرى الدنيا وقفت، انت توك ابوي توك بادي من عقب الخمسين، توك بادي بالحمد، وينك وين ابوي باجي 30 جزء. وكل الشكر والتقدير للحفاوة والكرامة اللي يتنا والسنع والمدخن، المدخن يسدكم يا ابوك، حرام يا المدخن من دخلنا لين ظهرنا الا مدخن ساير مدخن ياي، دل ساير ودل ياي، ما شاء الله ما شاء الله على بنت مسلم. فكل الشكر والتقدير للأخت العزيز الفاضلة مريم بنت مسلم المزروعي، مديرة مركز التنمية الأسرية في أبو ظبي. كل الشكر والتقدير لكم يا بيرل فلاور على هالباقة الفنان اللي ماشي شراء الشيوخية، بعد والله انها شيوخية. شكرا عيسى عبد الجليل، طال عمرك يا ابو محمد، مشكور وما قصرت ما شاء الله عليك، مره زاهد جامع عندك وكالتن انت ما يندرابك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير. انا بقول لكم ليش هالختله، خاتل من الصبح طال عماركم عزمت وسرت ابويا ختله طال عماركم، وين انا حين في الشويهات، وصلت الشويهات عزم بالنوخذه ايها، واشتليت ابويا معقب وصلت ليش. هذا سيري الحين ها مرة سب الصدقون ما شاء الله علي، يا الله يسر لك يا ها بدأ تلع الفريج هذا تقولنا بالصيدلو فيها. الصيد وفيه خير خير ما شاء الله، غزال غادي ابيض، شوف الغزال شوف الغزال ابيض في نص القبه غادي، يا سلام 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 يا سلام. يا سلام يا سلام، هاك خواته بعد ما شاء الله ييمة زريد هلال تحت، شوف 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا ييمة يا ييمة ما شاء الله، حتى عشر دقائق ما أخذنا، عشر دقائق ما أخذنا ما شاء الله تبارك الله،
سبحان الله تعاطي الجم ولي الجم اليوم لا شيء جم ولا غير جم يزول الجم حد يودر هالمتعة ويجلس ضرب ويا الحديد محمد اللي فوق صافية؟ صافية اللي قرب الكربة هذه صافية هي حبوا بياها كما تعشاها الليلة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف السم العادة حين شوف العجب اليوم اضرب اضرب هلا سبحانك هذا انا صايف الليل شي ها شوف الصفو شوف الحصى يبين ابشركم ابوي خلصنا والرحلة ابوي تكللت بالنجاح والصيد الوفير جيستين معممات لين عينها هذا بعد نقاق صيروني عقول العمال البحرية بطرانين هاي بحرية تهلا محمد ايه محمد بدر انت سرح حينة اوكي انا ظهر لي صافيتين بصور حينة ظهر لي صافيتين وعيش ابيض بس علي صافيتين انا ابوه كان باكل ما شاء الله احب اضرويكم الصيد عاد حينة خير ما شاء الله شوف هاي صافية هي ثلاث حقي أنا وهاي الجشة حق هلال مش وايد أنت تقول واحد أول صافي أنا ثلاث حين بغير رأيي تقول محمد أول أنت قال ريد واحد صافي أنتي الحين أنا ها من كيسك أنت من كيسك أنا واحد حق النوفا هم يلا يلا حرام يا برد حب برد بالقو بريد تولموا أنتوا السنة جايينكم البرد هو عياله مرة والله مبوني ما بيوعان شارب شوربة غليظة بالساعة المغرب أول ما ظهرت من البيت قلت في خاطري بتسدني وحين وصلت وحين شاريت من ده وصلت ريني الطرادي أوعني إيه والله وحين قلت لهم بويا شو نسوي فيها الحين يشلهم السوزاكي لين الطراد يحملون أبوي السمك الحين عاد ما يودون السمك هناك جداد الثلاجات بصور لكم ترى خلق الله ما خلق شباب يسيروا البحر يا غير الصيد ها ما بكفوا يصيدونه ما عليكم اسم الخقة ما الخقة ابويا هاي كلها ما عليكم منها وصيدنا ما شاء الله تبارك الرحمن ما بأي سمك الجش الصفراء والزريدية والصافية صافي ما بأي صافي بعد صافي السمين من تحمد تاوى يحطون السمك عليها ولا سير أصوره وارويكم إياه عشان حد يروم الحين صيف الليل يشوي سمك وياكل هذا بارك الله فيكم صيد شو النص ساعة صيد النص ساعة الريال الريال يسون ثلاثة أيام ما يصيدون نصها الصيد يا للحلال يا لست قهوة عقب ما صليت المغرب يا ست قهوة ما عندي في الشيطان طريق ما وعيت بهلال إلا ده قل لي والله أبويا تعدي الطريف وين وين أنا أبويا حينها تعدي الطريف هبا الشويهات قلت له بالأخير باكر أنا بيك الخميس قال لا 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 التضوي الليلة هذا بالليلة وين عادي يا ابو كبدر روح يدور السبب والله ابدا دقت سيارتي سل وكلت على الله اخذ الحين زش هي الحين الجش اكثر سنين من الصافية زش هي انت تشوف ما تشوف اشوف شوف هذا اسمك الصافي لحد يصك حقي انا وانتم كل الجس هلال ما بيروا منها صافي الجس كامل مين؟ هلال بياكل النص انا بيعطيني وين جد الليل بيخلي مالك انت هذا ما لنا زين هذا داخل البيت زين الصافي حقي انا والجس هلال بياكل وين الليل وين الراس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف شوف أقولكم تبارك الرحمن يا أخو سمك يا أخو سمك ما شاء الله ما شاء الله الشحم هذا كله أنا مالجيش مالجيش إيه صافي لا صافي ما يدنا انتوا مصيرك لا كذب كذب
يا رب 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 يا وهذا عشانه وغرفناه وهذا عاد شيلاني وشوية خلاصة ودهين والبصل عاد الشين هذا لا بدمه وهاي الخلاصة ويها العيش الفنان على ما تشوفه ما في وبيه يا سلام يا سلام يا سلام طريقة عادة تقبض شويونه من الخلاصة ها تحطها تي ها تجرب عادة تحط عادة السمك كثر ما تكثر كثر سمك وخف من العيش في الوادم الأول هي أيام الناس يعني قايسون على عمارهم يتحلون بالسمك ويأكلون العيش إحنا حلا بالجلب نحن بوي نتحلى بالعيش ونكثر من السمك شو السبب لأنه حسب الواحد ما يمتن والخير وايد الله بس بريكم الكبد شو الكبد شحم باني عليها بناي ما شاء الله غادي لها صليج ما شاء الله تبارك يور 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 يا ابو كبسه ها 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 يور ها ما اقول لكم فرق سمكه ابو ظبي تختلف عن كل اسمها شوف شو روحها يا سلام سلوبي ما شاء الله تبارك شيء غريب اشوفها يوم يقولك مراودها هاي المراود روحها